السلام عليكم، شلونكم؟ سافا، رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد عن اللهجة الجزائرية والمغربية والتونسية، يعني عن المغرب العربي. شاب جزائري عمل فيديو عن الفروق، يعني مش الفروقات، يعني كيف هذا كيف هذا كيف هذا هيك. فعنوان الفيديو لي جراند مغرب من اخونا امين خيثر. امين خيثر، ايه. اوكي، خلونا نشوف كيف طلع مع الفيديو. طبعا انا اعمل فيديوهات عن الجزائر، وتحية لاخواتنا تونس والمغرب. يعني اذا انت مغربي او تونسي فتحية لك. الفيديو هو فيديو فكاهي لا اكثر، فكاهي بس مش اكثر. اوكي، خلونا نتفرج. هذا الفيديو اهداء مني للمغرب العربي الكبير، دام الحب يجمع. هي كل واحد وكيفاش يتقلق، كل واحد وكيفاش لي تكنيك نتاع التقلق، واش تعبر على كي تكون مقلق تختلف من دوله الى اخرى. اوكي، تكنيك تاع التقلق، يعني راح نتفرج شلون كل دوله شلون يتنرفزون. احنا نقول بالسوري نتنرفز او نعصب هيك نتقلق. اوكي، نشوف باي دوله يبلش. مثلا التونسي كيكون مقلق شيك شغل يغني ويهدر، هو اصلا كيكون يغني ويهدر زعما، بصح هو كي يتقلق تزيد 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 مش عارف. يا خويا يزي متفت ليك، يزي من المساطه بابا ريك كبيره، انت وندخل فيك براسه بربي نقلبك. شنو تهدر معايا هكا نورمال؟ انت في مخك نورمال؟ شنو تهدر معايا هكا انت نورمال في مخك؟ انت كانه قال انت انثى، يعني بصيغه الانثى، يعني اوكي. نورمال في مخك. وسبحان الله، دائما كان واحد السيد سموه صالح يدخل بلا ديسكوسيون. ما عرفتش واش التوانسه اللي راكم هنا فهمونا. هذا صالح يا سيدي، هذا صالح. شوفوا، راح احكي لكم قصه صالح، راح احكي لك قصه صالح اخي امين. انا عندي صديق تونسي طوله يا جماعه والله العظيم 197 سنتي، بغل الله يبارك. اي والله 197، يا نشوفه هيك. المهم، هذا كان على طول سيب علينا الكلمة الثالثة، ما بدي أقولها عيب، أو أحيانا يقول لي سيب صالح. فأنا سألته إيش يا زلمة صالح، إيش هذا صالح؟ وقال لي صالح هذا على أيام أتوقع حكم بورقيبة، هذا كان معارض للحكومة فاعتقلوه وأخذوه وعدموه الله يرحمه. وبعدها طلعت هاي سيب صالح. ترك صالح، يعني هي قصة سيب صالح. ما اعرف، انا ماني متاكد يعني، بس هذا كلامه يعني لعلي. صالح، واش قصه صالح؟ باسكو يا شاك فما تتفاهمش مع واحد تونسي يقول لك يا ودي سيب صالح، ربي يعيشك سيب صالح. هيك وانا نحكي معاك سيريوزمون، انت تعرف فهمت لك يا سيب صالح، ربي يعيشك سيب صالح. بون، هذا صالح ما نعرفش عليه وين يسكن وين يقرا، حتى واحد ما يعرفه فهمتني، في تونس ما نعرفوش صالح هذا، بس هكا ويدخل في كل المناوشات فهمتني. صالح خاص دائما يدخل صالح في الموضوع. هادر كان غنهضر على مي بريفيري لي ماروكان. لي ماروكان فاش شي مغربي كيكون كاعي على شي واحد، كيكون كاعي جاري كاعي لو سونس لو مو. شو يعني كاعي؟ كاعي اوكي، كاعي باينه باللي ما لا يبشر بالخير. المغربي فاش كيكون كاعي على شي واحد لا يبشر بالخير، كلمه كاعي اوكي. حتى اصلا كيبدا يدخل معاه داك الشغل، يبدا يهضر على داك السيد كشغل كاين عندهم الشخص، انا فهمتني، يهضر على داك البنادم مش على الفكره. يقول هو مقلقه باسكو ما تفهموش على الفكره، يقلع هو اتاكي الشخص. هذه تقنيه مغربيه، يبدا يقول لا مالك اخويا معشي بالفوسفات، معشي بالفوسفات اخويا، تنهضر معاك بحال هكا تتفهم بحال هكا بليده اخويا، ادعي عليا سير 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 اخويا، تنضرب بمو واحد مش عارف انا يضرب بمو، فهمتيني؟ ما فهمتش. نضرب بمك كوا يضرب مو، شغل هو مقلق السيد بصح لا يضرب مو، ما مشاكل. وكاين ناس اخرين عندهم ديك الكوا اللي خاصك يبدا يدعي فهمت. سير اخويا الله يعطيك شي دقه، سير اخويا الله يعطيك شي حاجه تتلهى فيها فهمتيني. الله يعطيك الشدقه، الله يعطيك الشدقه. والله ذكرتني بقصه يا جماعه، شوفوا راح احكي لكم قصه صارت معانا خيو. شوفوا، انا و يعني اصدقاء مغاربه يعني، فكنا ماشيين، فواحد من الشباب قال للشاب المغربي، قال لعمر، هو من عائلة مختاري، قال له يعني ما اعرف ايش، ما عاد اتذكر بالضبط ايش عمل بالضبط هذاك. فرد له يعني انه الله يعطيك العافيه. هذاك المغربي الله يعطيك العافيه، بس انت وحدك انت الله يعطيك العافيه، عصب يضرب. الزلمه قالك الله يعطيك العافيه، طول بالك، هي كلمه الله يعطيك العافيه ايش قال؟ ما غلط، الله يعطيك العافيه بس انت، وهيك يحكي عليه وما اعرف، يريد يضربه، طول بالكم يا زلمه نحجزهم ويريد يضربه. يا الله، فبدنا نعرف يعني الزلمه ما غلط، قال الله يعطيك العافيه، طلعت كلمه العافيه النار. قال الله يعطيك النار، هذاك يرد له الله يعطيك العافيه بس انت. فهمنا نحن بالسوري، هو ما يفهم سوري يعني، يفهم بس مش كثير. ف
فهمنا انه معناها من الصحة والعافية وهيك واي مش النار. وقتها والله عن جد ضحكنا كثير. اوكي نكمل قطعناك اخوي. تكنيك تختلف. او بليس المغربي من يتقلق بدي يخرج واحد العبارات اللي ما تقدرش تنجم تستطيع تفهمهم وما تلقاهم حتى في ديكسيونير في العالم. بلادو اخوتي نهضر معاه راه تيبان ليا مش كودر فهمتيني مش كودر هذه مش كودر جامي تلقاها ما كايناش. انت اخو اخر بقتينا اخو تلفتي ليا راه بلادو اصاحبي صاحبي تنضرب درك وصلنا الجزائري. الجزائري جاي ما يتقلقش الجزائري جاي يتربط كي نقول لك يتربط ما يتقلقش يتربط اوكي اك فاهم شغل فيها الرب بزاف شغل القدر يطيح ما كانش باش تفهم. شوف تونسي يتغشش اللي جاي يتغشش جاي مليحه كي يتغشش سي مينيون تحيه لاخواتنا التوانسه والله العظيم لان نحن عندنا كمان هيك بلاد الشام عندنا اللبنانيين هيك نقول لهم هيك تحس هيك لهجه ناعمه فهمت علي هيك تحس يعني كثير حلوة للبنات. اوكي المغربي تيكا تجي كاي كيقول كاي صافا بدات الماتش كاي بصح الجزائري تربب فاهمني اكفاك شايف زيادة على انه يتربب كاين اختلاف بينه وبين التونسي والمروكي سيكو التكست ما كانش التكست شغل المروكي كاين التكست تونسي كاين تكست كاين سكريبت كيتقلق كاين هكا السكريبت كاين صح الجزائري ما كانش سكريبت لا كيتقلق الجزائري كاين لغه غير مفهومه مع حركه يديرها الجزائري جايه شغل بيزار شغل يدير هكا يدير هكا والله العظيم انه ما حق طبعا شوف انا عندي صديق من تيارت والله العظيم اشرب اسمه والله العظيم لما يعصب هيك يعمل اقسم بالله العظيم معاك حق والله العظيم لما المشكله مش هون وبس اعمل هيك خلاص بدك تكتب وصيتك خلاص انت ميت اعتبر حالك ميت بدك تكتب وصيه الموت خلاص من شفته عصب خلاص مشكله اي والله بعرضي والله انت مبدع طبعا الفيديو كوميدي لا حدا ياخذ الفكره مجرد فكاهه يعني على سي با لوج الجزائريين كيتقلقوا نطول لساننا ونبغوا نهضروا او ميم طون نضربك غايت اخطر بيك قتلوا يا حبيبي بنادم اش تعرف باللي الجزائر في قمه فوالا الكوتي هو نفسه التكست ما بعد هو نفس التكست تبعه ما قاله بالعرض هو كمان بده يحكي ما يقدر احلى تقلاق بالعالم الجيريان بغى يخرج الجيريان بغى يخرج يا جاي ده الجيريان بغى يخرج الجيريان بغى يخرج مامين الخير والله انت والله يعلو منك هي عجبتني هي تبع اوكي لو اني كنت خص الفيديو والله يا جماعه اني كثير احبكم وتحيه لاخواتنا التوانسه والمغاربه وبس هذا هو الفيديو مثل ما قلت لكم الفيديو مجرد فكاهه يعني ما يعني انه فعلا الشعب المغربي او الشعب التونسي هيك او الشعب الجزائري كمان هيك لا هذا مجرد عباره عن يعني فكاهه مو اكثر فاتمنى كمان تروحون لعند امين ستكون عنده بالقناة جميل منك أخي ويلا نشوفكم فيديو جديد سلام.